السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عاوز أكلمكم عن موضوع برضو أحد القصص، وأنا بمر على حالات. كان عيان سوداني تقريبا 28 سنة، كان دخل معانا فيفر من ضمن الانفستيجيشن اللي عملناها طبعا الملاريا، وفعلا طلع بوزيتيف ملاريا بلازموديوم فالسيبار. فخد العلاج بتاعه، احنا مشيناه على اي في ارتسونيت وحولناه على حاجة اسمها الكوارتم بعد كده، والامور كويسه، والباراسيتاميا نزلت، والباراسيتاميا ليفل كان عالي شويه طبعا، عمال نزل، الامور العين بقى كويس الحمد لله رب العالمين. فبنمر عليه الصبح كده بيشتكي لنا، والله قادر عندي شويه ابدومينال بين كده، يعني بيعملوا اكزامينشن فعلا ايه اللي عنده، تندرس كده عند الناحيه عند الرايت سايد كده. طيب طب قلت له انت بقالك كام يوم عندك الابدومينال بين ده؟ قال لي والله من يعني من امبارح كده شويه، والدكتور اداني بسكوبان كده والامور فكت معايا شويه، بس برضه لسه في ده. طيب من ضمن الحاجات اللي عاوز اقول لكم عليها مهمه قوي قوي تفكر فيها في عين الملاريا، قصه بيحصل ساعات، بيحصل حاجه اسمها تير في الاسبرين، تير في الاسبرين. وبالفعل احنا طلبنا له التراساوند، ما كانش باين قوي، بس عملنا بعد كده سي تي قبل، فعلا طلع في تير في الاسبرين. ليه القصه ايه اللي هو بيبقى اصلا في حاله الملاريا بيبقى عندهم السبلين بيبقى فراجايل قوي، فممكن فعلا يحصل قطع او تير في السبلين، وممكن لو حاجه سيفير ممكن يعمل رابتشر في السبلين. قصدي ايه، خلي بالك لما عين الملاريا يشتكي من ابدومينال بين لازم تفكر في تير او سبلين او رابتشر في السبلين، مهمه جدا جدا. طبعا تطلب له اما تعمل له سي تي ابدومين او تعمل له الترا ساوند. طبعا انت بتحاول دي الجراحه، ده بقى بعد كده مانجمنت اوف سيرجري يعني. تمام، شكرا جدا جدا، السلام عليكم ورحمه الله.